السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم كراشر هيدز طبعا طلعت إشاعة الفترة هاي إنه والله في جليتش في المون يدخلك على الريد الجديد والريد يبدأ من هذا الباب طبعا عن طريق الصدفة يوم نقست شخطة الباب فتح لي مثل فترة مؤقتة شو ما وراء الباب طبعا اللي وراء الباب المثل اللي يجيك مثل الشدقة متعلقة على الجو وهو المكان اللي تسوي فيه الجليتش عشان تروح على قولتهم الريد الجديد هذا الباب ما هو إلا مجرد تكملة سترايك تعرف المكان لما تذبح ثلاثة وزة آه وبعدين تذبح وحش عود آه يجي لك الجوست ما تفعل الجوست وتسوي الجلتش عشان تروح الريد الجديد طبعا مو بريد جديد هذا الله الله يسلمك هذا تكملة آه سترايك وطلعت اشاعة يعني ان هذا الريد الجديد الى اخره طبعا آه قبل شوي المقطع اللي قبل شوي كان مقابل الباب الحين بعيد الباب تعطيك آه جنب عالي بعيد الباب تشوف نفس الشيء الشندقة قدامك بعدين صدفة الباب بروح يتسكر من نفسه طبعاً خطأ في التصميم لا هو ريد جديد اللهم تكمل استرايك طبعاً الريد في لعبة ديستري ما متعلق بالاسترايك مثل ريد الفينس ريد لحالة يعني لما تدخل مكان لحالة ما في أي بيبان تدخل عن طريق استرايك عشان تدخل الريد الجديد طبعاً هذا بيكون عن طريق هال فتح الخرائط والقصه الجديده بيكون عن طريق الاكسبنشن الجديد الاكسبنشن الباص الجديد ما مبريد فيعني صار يعني كلام كثير انه والله ريد الى اخره تعال قلت انجز من مكان روح لمكان الى اخره مجرد يعني عادي يعني ان قصه جديده يعني تكمله قصه يعني مو بنا ريد الى اخره والشباب فلوها صراحه يعني أه صراحه من باب الصدفه اكتشفت هالشيء حاولت يعني اقرب الصور اكثر وصلت لاقرب صوره او نزلت لكم اياها اليوم أه بس <applause> اللي كنت بقوله شباب فلوها اوه هذا الريد الجديد هني يطلع الوحش هني بيجيك الوزرد هني ما ادري وين بدرعم اشوف الصندوق اللي قدامك هالصندوق هذا اكيد يطلع منه شيء يعني سو فلوها الشباب فله محترمه ولا اللهم هذا السترايك كيف قلت لكم الريد ما ما يكمل سترايك الريد يكون لحاله مكان الحالة الى اخره اللي كان معي اليوم كان معكم كراشر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته باك قبل شوي نسيت اذكر لكم ان في الاكسبنشن هذا اللي نمشي فيه في ثلاثه ديد جوست على الارض فمستحيل تلاقي ديد كوست في طول ريد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته